إصرار يبديه النظام كل يوم على محاصرة السوريين وملاحقتهم بما يملك من أدوات القتل لتفنى أجسادهم. محاولات عدة يبدأها النظام بقصف موقع ما لحصد العدد الأكبر من الأرواح يلحقها باستهداف التجمع الناتج عن القصف، وليس انتهاء باستهداف المراكز الطبية التي ينقل إليها المصابون والناجون من المجازر. تقارير ليست الأولى ولن تكون الأخيرة توثق قصفاً ليس بجديد على النظام وروسيا للمستشفيات والمراكز الطبية، آخرها بيان من مديرية صحة حلب صدر أمس يؤكد فيه خروج عدد من المشافي عن الخدمة بشكل كامل. تناوب طيران النظام وروسيا في 23 من الشهر الحالي على قصف أحياء حلب تسبب بخروج مشفى الدقاق الجراحي والحكيم والسيدة الزهرة وبنك الدم في حي الشعار عن الخدمة. وفي ذات الحي أغارت طائرات حربية على مشفى البيان وأوقعت إصابات بين الكادر الطبي وتسبب بتوقفه عن العمل في الوقت الذي تعرض فيه مشفى الأتارب في الريف الغربي لقصف مماثل تسبب بدمار المشفى وتوقفه هو الآخر. استكمالا لسلسلة جرائمه، طال قصف النظام مخزنا يحوي نحو 10,000 سلة غذائية كانت معدة لتوزيعها في مدينة حلب لمواجهة الحصار، وتسبب القصف بإصابة 4 من عمال الإغاثة وتلف قسم كبير من السلل الغذائية. منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت العام الماضي أن سوريا من الدول الأكثر خطورة للعاملين في المجال الطبي، وشهدت 135 هجوما وأعمال عنف أخرى لحقت بالبنى التحتية الطبية. يا عبودي يا قلبي يا قلبي، إن شاء الله بموت أنا من عندي، إن شاء الله أنا من عندي يا قلبي.